اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تيفي على هذا البث المباشر من ضواحي مدينه البروج، بالضبط بجامعه القراقره، دوار شرقي ولا دوار ولاد شرقي؟ دوار ولا الشرق؟ دوار ولاد شرقي، مع الحاله ديال غزلان. غزلان شابه في عمرها 18 سنه، عندها اعاقه اعاقه جسديه، طاحت من الكروسه مؤخرا، تهرسات، عندها مشكل هنا في المرود، ياك في المرود، ما لقاتش باش، ما لقاش الاب ديالها، ما لقاش باش يعالجها. الحاله كيف ما كتشوفوا معنا صعيبه، الحاله اللي يعني واحد كاينين يعني حالات بحال الحاله ديال غزلان كاينين كتار، لكن احنا غادي نشوفوا اليوم اللي توصلنا به هو الحاله ديال غزلان، وجينا شفناها وكيعيشوا واحد يعني واحد النوع من 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 الفقر، لدرجه انها ليكوش ما لاقيش باش يشري لها الاب ديالها. وغادي نسمعوا التفاصيل كامله، ما غاديش نبقى نهضر انايا، غادي نخلي الاب ديالها هو اللي غيعاود لكم وغيشرح لكم القصه ديال وتفاصيل القصه ديال غزلان بالضبط. السلام عليكم. سلام. يا امها مريضه اصلا بعدا كنا انا الغال والله، ما عيني الام ما عيني البنت. البنت، خاصني ما نبقاش حداهم ديما ليل ونهار نبقى حداهم، ما عديني تفوت، كيفاش غندير اختي؟ يلا يلا انا عييت 18 عام ولا حدا، وانا من السبيطار سبيطار من السبيطار، ما خليت اي طب، ما خليتوش الغال والله، هذا هو الدور ديالي. راه شو الحاله بيه، زادت هكا تزادت من نهار تزادت، وانا من السبيطار من نهار تزادت. انا مرت، انا مرت ثلاثه، هي الاولى، هي الاولى، واختي راه شتي الحاله. احد الراجل طير سلم لي كوش من يطير طاليا، ولي كل مره نجيب جات من البروج نجيب ذاك، هنا الغالب الله راه خاص واحد يعاون، راه الغالب الله ما خزنت عليه والو، هذا هو الدور. وها شتي الحاله، الحاله توريك مرات انا في الخاطر ديالي في العقل ديالي، عقبت مرات انا ما قلتي ما عنديش كندير لها الخرجه نخدم، ما عنديش كندير ليها والو، والو خاص انت كتقابلها، خاص جوج ديما مقابلين، خاص واحد واحد في النهار واحد بالليل. المهم ما تمنعتهاش، امها مرضت ما صرتش كندير ليها والو، صرت اختي كندير ليها، امها ولات مريضه ما صرتش كندير ليها الغالب الله. قلتي هذا الترويد خرجوا لها الترويد، والترويد ما صدتش باش، درت ليها مع جوج مرات ولا ثلاثه حبست، راه لا كارت يمكن باقي عندهم التصويره ديال لا كارت، قلت ليها الغالب الله رجعت عندها، قلت ليها صافي ما عنديش باش نكمل ليها. هما في البروج درت ليها الترويد مع جوج مرات وانا نحبس، خاصة الطنوبيل تديها، خاصة دي وانا شفت الحالة ديالها وشفت الرجل ديالها تحصر فيها الدم ولا تعاطيها القريص، ما تلاش تسكت من البكا. دابا الرجل ديالها مطوية بحال مطوية رجلها، ما يمكنش تسرحها، هو ما يمكنش تضرها، ما تسرحهاش، ما تسرحهاش، عاطيها القريص، درت ليها الترويد باش تنفس يدوز الدم من هك لهك، راه باقا رجلها هكاه، باقا الرجل ديالها باقا هكاه، باش انا مسلم، باه انا باغي نعالجها، هذا هو الظروف ديالها اختي. واش غدير؟ حنا مسلمين، باه انت تشوف فيها تبكي لي حدايا صبوع عشيه، لكن اللي تدير طويل وما تنعش، تتنعس فوق كرشي، نحطها يدي الناس حطها تنبات فايق معاها، نحطها تغوص ونعد نهزها، انا ما ديني نعاس ولكن ما مخلينيش نعس، هذا هو الحال. راه توريك اختي، راك شتي بعينك، لا اله الا الله صح، لا اله الا الله صح، لا اله الا الله صح. شكرا لك وشكرا على التوضيحات اللي عطيتينا على الحاله ديال غزلان. دابا واش الترويض حل بالنسبه للحاله ديال غزلان؟ شوف انت شنو قالوا لك، شنو فين ديتيها؟ قلت هي كنديها لميريز، ما خليتهاش، قلت هي كنمشي حتى كنمشي، قلت ما كنعرفش، قلت لي وكنمشي حتى كنتوصل رجلي للسبيطار. واختي ديتها لنرشد، ما خديتها لبني ملال، ما خليت فين ديتها، هي ولهاد الحاله ديال اللي عندها المشكل دابا، هادي شي 8 شهور كلها. شنو العلاج ديالها؟ العلاج دابا ما نشوفها، واش الدواء، ما داوش من الرجل ديالها، ندير لها الترويد، ما عرفتيش، ما عرفتش كيفاش، علاش ما لقيتيش باش؟ ما لقيتش، ما لقيتش، دابا درت لها الترويد بجوج مرات ولا صافي حبست، وهي طايحه درتي لها الترويض، درت لها الترويض، خارج ليها العظم دابا، من ما عدت التوي، خارج ليها العظم، خارج ليها المرود، دابا المرود تمنص، تمنص ليها، ملي تمنص ليها
كاين اللي يرجلها دابا ما تسرعش لك العصوات. ومن هنا من هنا من هنا اختي تا هو داير جرحت من هنا وجرحت من هنا. انا دابا نوريك وجرحت من هنا العصبه ولات فوق العصب ولا فوق بعضياته. اختي بغيتي نوريك نوريك دابا الحاله ديال الجرح من هوك وجرح من هوك. وليت نجيب بومادات نجيب بومادات من هوك خاصه مادام الدواء الدواء بزاف خاصه الدواء. هذه خرجت كتشرب 12 هنايا هذيك هذيك هذيك. لا لا مار صحيح مار داك كاين ديال الطياب كاين ما لكن هذا كاين هذه هي جات على حساب الطياب هذه باش دير هنا الوسط تفكر رجلها. واش غنقول لك مار كتبقى هي تحرك راه الراس تقول لا كاع عامر دمها بحالها راه شتي هذا تمرد على راسها ما بقات كحز عليه علاش انا هنا ما عندهاش شعر. لا 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 وصل لا 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 ما عرفتش كيفاش ندير ليه ما عرفتش كيفاش ندير بصح شي رساله للناس اللي كيشوفونا دابا واللي كيشوفوا في الحاله ديال وراه يشوفوا فيها اختي راه اللي قلوب من الرحمه راه يشوفوا فيها ما بغاش. كاين الله كاين الله كاين الله كاين الله دابا اختي كاين الله. شتي الحاله راك شتيها بصح متابعينا متابعي قناه شوف تي في شكرا لكم شكرا على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا البث المباشر من ضواحي مدينة البروج بالضبط بجماعة القراقرة دوار ولاد شرقي مع الحالة ديال غزلان. غادي نقولوا الرقم ديالها قولي الرقم ديالها 06 78 35 92 08 06 78 85 85 82 95 85 92 08 06 78 85 85 ولا 85 أعطيها لي عفاك مضبوطة 06 78 35 لا راه قالك 35 35 92 08 06 78 35 92 08 إذن متابعينا هذا هو الرقم ديال غزلان اللي بغى يتواصل معاها. فغزلان موجودة بضواحي مدينة البروج بالضبط بجماعة القراقرة دوار ولاد شرقي على الطريق فقيه بن صالح. يعني الحدود ما بين فقيه بن صالح عمالة فقيه بن صالح وبلدية البروج. إذن متابعينا متابعي قناة شوف تيفي شكرا لكم شكرا على تفاعلكم وتواصلكم معنا على هذا البث المباشر من ضواحي مدينة البروج. كنتم مع الحالة ديال غزلان نتمنهم المحسنين انهم يمدوا لها يد المساعده انهم يكونوا معاها. حنا كاع خوت حنا كاع يعني ما كنبغيوش نشوفوا بعضياتنا ونشوفوا يعني الهلاك في بعضياتنا. اذا نتمنوا ان كاع الناس يتضامنوا مع الحاله ديالها. فحاله للاشاره هذا المكان اللي حنا جالسين فيه الان هو بيت بناه محسن لغزلان وجاب ليها معاه التلفازه باش كتدير باش كتلاها. ودابا مده ديال 15 يوم والتلفازة خاسرة ليها الشيء اللي خلاها أنها مقلقة وضيقة بها يعني نفسها حيث ما مفرجة ما ملاهية ما والو. هذا الشيء اللي خلاها أنها تزيد يعني تأثر أكثر في النفسية ديالها. نتمنى أنها يكون خير إن شاء الله والله يعطف القلوب ويكونوا كذلك قلوب رحيمة من يعني من المتتبعين ديالنا اللي عودونا دائما أنهم كيوقفوا مع الناس وكيحتاجوا وكي يعني يمدوا المساعدة وكيجريوا في هذا الخير. إذا متابعينا متابعي قناة شوف تيفي بلا ما نطول عليكم شكرا لكم شكرا على تفاعلكم وتواصلكم في الرقم الموجود ديال غزلان على التعليق. دمتم متابعينا في رعاية الله وإلى اللقاء.